مرحبا بكم أصدقائي في نص شعري بعنوان أغنية الغيمة، مجال الماء والحياة، الصفحة رقم 183. قبل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا النص، لنستمع إلى إنشاد النص الشعري. تقاطري تقاطري يا غيمتي البعيدة لكي تصير راحتي مختلة سعيدة. تقاطري تقاطري يا غيمتي البعيدة لكي تصير راحتي مختلة سعيدة. الطير في جمالنا ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول، ألاحظ المشهدين ثم أبين أوجه التشابه والاختلاف بينهما. إذا نرى المشهد الأول والمشهد الثاني ونحاول أن نستخرج أوجه التشابه والاختلاف. إذا نبدأ مع المشهد الأول ونقول: واحة مائلة للاصفرار وغيمة لا يتساقط منها المطر وواد مياهه قليلة. إذن هذه هي العناصر الموجودة في المشهد الأول. المشهد الثاني، واحة مخضرة وغيمة يتساقط منها المطر وواد مياهه كثيرة. إذن نرى بأن التشابه هو أن هناك واحة توجد في المشهدين معا. الاختلاف، هناك في المشهد الأول الواحة مائلة للاصفرار وفي المشهد الثاني واحة مخضرة، وكذلك غيمة لا يتساقط منها المطر وفي المشهد الثاني غيمة يتساقط منها المطر، وأيضا واد مياهه قليلة في المشهد الأول وواد مياهه كثيرة في المشهد الثاني.
نمر إلى السؤال الثاني. أقرأ العنوان وأكمله بما أراه مناسبا. أغنية الغيمة. إذن بماذا نتمم هذا العنوان؟ من الأحسن أن نعود إلى النص ونستخرج بعض الصفات التي ذكرت في النص لكي نتمم بها العنوان. وسنجد في بداية النص: تقاطري تقاطري يا غيمة البعيدة. إذن قد نضيف صفة البعيدة ونقول كجواب: أغنية الغيمة البعيدة. نمر إلى السؤال الموالي. أتوقع انطلاقا من العنوان والمشهدين، ما ستتحدث عنه هذه الأغنية؟ العنوان أغنية الغيمة، ونلاحظ في المشهدين مشهد به غيمة بدون مطر ومشهد به غيمة بالمطر. إذا نقوم بتوقع موضوع هذا النص الشعري ونقول مثلا: أتوقع بأن الأغنية ستتحدث عن الغيمة ومنافعها الكثيرة وفوائدها التي تأتي من خلال المطر. ننتقل إلى أنمي معجمي. أولاً، أصل كل كلمة بمعناها المناسب. الكلمات التي لدينا: الواحة، الروضة، الثرى. والمعاني هي: الأرض ذات التراب الندي، الأرض الخصبة في منطقة صحراوية، الأرض ذات الخضرة والماء. إذا نبدأ الجواب: الواحة معناها الأرض الخصبة في منطقة صحراوية، الروضة وتعني الأرض ذات الخضرة والماء، الثرى وتعني الأرض ذات التراب الندي. ثانيا، ألون خانة المفردة التي لا تنتمي إلى عائلة كلمة تزهر. الكلمات التي لدينا هي: زهرة، زهرة، أزهار، زائر، مزهرية. إذن هنا كلمة لا تنتمي إلى عائلة كلمة تزهر وهي زائر. ننتقل إلى أفهم. ثالثا، أبين ما لم يذكر من فوائد وعطاءات الغيمة في الأغنية. الاختيارات التي لدينا هي: الإخضرار، كثرة الخيرات، فرح الطيور، الثلج الوفير، الخير والراحة. إذن لم يتم ذكر الثلج الوفير. رابعا، أحدد التكملة المناسبة انطلاقا من سياق الأغنية. تتقاطر الغيمة لكي تصير: الروضة قاحلة، الواحة مخضرة، السهول عطشا. الجواب الصحيح هو: الواحة مخضرة. ننتقل إلى تقاطري يا غيمتي. الاختيارات: ليفرح الشبعان، ليفرح الجوعان، ليفرح الظمآن. الجواب طبعا: ليفرح الجوعان. ننتقل الآن إلى أتذوق. خامسا، أستخرج من النص الكلمات والجمل التي تصف الغيمة بالسخاء والعطاء. هنا نعود إلى النص ونقرأه مرة أخرى
ونستخرج الكلمات والجمل التي تصف الغيمة بالسخاء والعطاء، ونكتب مثلا: الجمل والكلمات التي تصف الغيمة بالسخاء والعطاء هي: بوافر العطاء، تجود بالرخاء، تفيض بالغلال، فتملأ السلال، أقبلي بالخير والنعيم، بفيضك الخصيب. سادسا، أنشد المقطع الذي راقني في الأغنية إنشادا ممتعا. إذا هنا نعود إلى الأغنية ونقوم باختيار مقطع من المقاطع الذي راقكم، وتقومون بإنشاده إنشادا ممتعا. نمر إلى أنتج. أحدد من النص بيتا أعجبني وأفسر سبب إعجابي به. إذن هنا كل تلميذ عليه أن يختار بيتا ويفسر سبب إعجابه به. مثلا: سوف أختار أنا هذا البيت: سبحان من أحاطنا بفضله الكريم. وأقول: البيت الذي أعجبني هو: سبحان من أحاطنا بفضله الكريم. والتفسير هو: لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، فواجب علينا أن نذكره ونشكره. وإلى هنا أصدقائي ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص. أترككم الآن في أمان الله، وإلى اللقاء.